نقطة بس في قصة الاحتراف عايز برضو أكلم مع حضراتكم فيها وأنا الحقيقة بشوف أنه طبعا في في مصر نجوم كرة كبار بيلعبوا في كل الأندية مش بس في نادي الأهلي يعني في لعيبة كرة كويسة جدا في مصر ما حدش ينكر ده ويظل مثلا تواجد الأهلي في على منصات التتويج رغم على فكرة وإحنا بنتكلم كجمهور يعني لما الجمهور بيتكلم على السوشيال ميديا أنا أنا متابع جمهور الأهلي ومتابع مش الصفحات بقد ما بحب اسمع راي الناس يعني اللي معنيه بالاهلي انه ممكن تبص في الثلاث سنين اللي فاتوا انه اجمالا يعني اجمالا في كل موسم بتحس ان في حاله عدم رضا من جمهور النادي الاهلي على مثلا الميركاتو او على الصفقات او على عددها او الكواليتي بتاعتها ورغم كده الاهلي قادر انه دايما يروح لنهايه المشوار يعني في كاس عالم بتلعب الكبار قادر تفوز على فرق من كل حته في العالم امكانياتها الماليه والماديه، قيمتها التسويقيه، اسماء النجوم اللي بتلعب فيهم فيها خبراتها، مديرينها الفنيين منهم بقى هلال، منهم بالميراس، منهم مونتري، منهم اوكلاند، منهم سياتل ساوندز، يعني كل دول فرق تقيله جدا جدا، وقبل الماتش كل التوقعات تقول لك انه الاهلي فيه احتمال كبير يخسر مباراه. وانت بتلعب الدحيل وانت صح يقول لك الارض والجمهور ونجوم مش عارف من كل حته في العالم والبرازيل و الى اخره فالاهلي بيكسبه في وسط جمهوره وفي عقر داره الهلال زعيم اسيا واحد من اكبر الفرق ما حدش ينكر يقدر الاهلي يقدم قدامه واحد من اقوى العروض ويكسبه بالميراس بطل امريكا الجنوبيه وبطل البرازيل الاهلي يقابله على الميداليه البرونزيه ويكسبه مونتري والاهلي ناقص فرقه كامله بتلعب مع منتخب مصر في امم افريقيا خلاص الكلام بس اللي عايز اقوله ايه انه في اوقات كتير جدا الاسماء وحدها لا تصنع الفارق، يعني عشان في كلام كتير جدا على الميركاتو اللي جاي، وفي كلام كتير واكتر بمناسبه يعني ماتشات فاتت للاهلي منها الأهل والاسماعيلي على ميركاتو كان بيحصل من 10 و15 سنه. مفيش مفيش كيان مفيش كيان ممكن يساعد لاعب على انه ينجح ويكتب تاريخ ويحقق القاب وبطولات يفضل عايش عليها العمر كله مع كامل الاحترام غير الاهلي المصري. مش حبا في الاهلي ولا انتماء وعشقا لاسم النادي الاهلي لكن ب... ب... ده نتيجه الامر الواقع اللي احنا عايشينه ده نتيجه اخر 20 سنه ما حدش فيها بيحقق انجاز في على مستوى الانديه باستثناء النادي الاهلي المصري واللعيبه كلها في مصر عارفه كده و 95% من لعيبه مصر تتمنى انها تلعب في النادي الاهلي انا بقول لحضراتكم في كل الانديه في كل الانديه بلا استثناء يتمنوا ان هم كانوا يبقوا موجودين في النادي الاهلي لانه الاهلي مصنع الابطال والاهلي واللعيبه دي اللي احنا بنتكلم عليها النهارده ممكن لو ما جاتش الاهلي وقعدت تلعب كرة 20 30 سنه ممكن متحققش حاجه. بس اللي عايز اقوله والنقطه الاساسيه اللي هرجع لها مره ثانيه هي فكره انه ما فيش لاعب في مصر ما فيش لاعب في مصر مهما كانت امكانياته يمكن باستثناء واحد او اثنين يعني باستثناء واحد او اثنين مهما كانت امكانياته هما اثنين والله مش اكتر من كده لو وصلتهم لخمسه تبقى بطل. ما فيش لاعب مهما كانت امكانياته لا يمكن الاستغناء عنه. واتمنى اتمنى بشكل كبير انه اي لاعب يجي له عرض احتراف خارجي يطلع يطلع في الظروف اللي احنا بنعيشها والظروف اللي بتعيشها اكبر انديه العالم مش بس احنا في مصر الظروف اللي بتعيشها اكبر انديه العالم انا شايف انه اي حد يجي له عقد احتراف خارجي في اي مكان في شمال افريقيا في الخليج العربي في اوروبا في تركيا يتفضل هو هيستفيد ناديه هيستفيد الكره المصريه هتستفيد، مفيش لاعب اقصد اقول انه مفيش لاعب ممكن يقف عليه نادي مهما كانت امكانياته مهما كان اسمه. مفيش لاعب ممكن يعطل مشوار بالذات لو بتكلم على الاهلي يعني، يعني بما انه اغلب المشاوير متشابهه في اي نادي كل موسم شبه الموسم اللي قبله كل موسم شبه الموسم اللي قبله فاكيد طبعا مش مش هنختلف على انه رحيل اي لاعب مش هيأثر لانه مفيش حاجه جديده بتحصل. اللي ممكن تخاف على فكره تعطيل المشوار او قله الانجازات او تحقيق البطولات هو الاهلي بحكم انه الاهلي متعود كل سنه ثلاث اربع بطولات منها قري منها عالمي منها محلي فانت تخاف هنا انه لعيبه تمشي لاحسن يحصل مشكله انا بقول لك انه الاهلي ما بيوقفش على لاعب ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه واذا اداره الاهلي في وقت من شافت انه في عروض طب حمدي فتحي اهو مثال كبير جدا واحد من اهم لعيبه نص الملعب في مصر وفي افريقيا وقد كان انه اللاعب ادى والاهلي قدر مشواره وقدر عطاؤه ولما جاله عرض يناسب امكانياته كانت الاستفاده جماعي على الرغم ان انا اشوف حمدي يستحق كمان يروح في حته يعني يمكن حته السن شويه هي المشكله لكن حمدي امكانيات على اعلى مستوى وحتى لو كنا بنتكلم على اسماء موجوده تشوف ان دورها رئيسي حد يختلف على انه الشناوي اهم حارس مرمى في تاريخ مصر في العشر سنين اللي فاتوا هل لو النهارده قرر النادي الاهلي مثلا انه يديله فرصه الاحتراف الخارجي هل تعتقد انه الاهلي ما عندوش البديل الجاهز اللي يعوض غياب الشناوي الشحات افضل موسم ليه الموسم الاخير بيرسي تاو افضل موسم ليه الموسم الاخير انا بشوف دي وجهه نظر وممكن نختلف عليها انا ما بفرضش رايي على حد لكن بقول انه اي لاعب ممكن جدا تجيله فرصه احتراف اهلا وسهلا ومن السهل جدا جدا على نادي بحجم النادي الاهلي انه يقدر يعوض ده بكواليتي ممكن تكون اعلى في اوقات كتير جدا